السلام عليكم الإخوان، داير بخير. أنا ندير واحد الفيديو ديال العملات الورقية. عندك سيدي هادي البنك المخزن المغربي 1000 فرنك، يعني كما كنقولو 10 دراهم. 1000 فرنك هي 1000 فرنك، هادي 1956. عندك سيدي 50 فرنك البنك المخزني، البنك المخزني المغربي 50 فرنك. سيدي هذا 1949. وعندك سيدي ديال محمد الخامس 1968، 5 دراهم بنك المغرب. هذه الطبعة ما قبل قلنا سيدي البنك المغرب، هذه البنك المخزني المغربي، هذا باش تبع البنك المغرب. عندك سيدي هي هذه 5 دراهم، عندك سيدي هذه 10 دراهم، هذه 1970، يعني طبعة قديمة 10 دراهم. ما تشاهدون بنك دي ماروك، وهنا عندك هاد البنك المغرب تاهي 10 دراهم، ولكن 1985. هادي كما تلاحظون 1900، واخا ما كتبانش مزيان، المهم انا كنقراها 1970، وهادي 1985. عندك سيدي هاد 10 دراهم ديال آلة العود كما تلاحظون، ها هي 10 دراهم. وعندنا سيدي 5 دراهم بنك المغرب 1970، هادي بقى نوفو جديدة. عندك سيدي هادي بنك دي اسبانيا، بنك دي اسبانيا نشوفو التاريخ ديالها، ها هي 1925، البانكو دي اسبانيا سين بيسيتاس، سين بيتيس بيسيتاس، هادي ديال القدافي، مصرف ليبيا المركزي. عندك سيدي هادي تاهي كما تلاحظون، مصرف ليبيا المركزي، الجماهيرية العربية ليبيا، الشعبية الاشتراكية العظمى. عندك تاهي مصرف ليبيا المركزي تاهي كما تلاحظون. وعندك سيدي هادي دينار واحد، حتى هو مصرف ليبيا المركزي. وهذا مكان، هادو تاهما عملات سيدي، هذا درته في هذا الالبوم هذا، وشكرا. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.